كده علشان نتفادى بقى كل المشاكل دي كلها لا قدر الله انها تحصل. ايه هي المعلومات القانونيه لاي حد ممكن يعني لسه بيقول يا هادي وهيرتبط بزوجته يعني، او هي كمان برضو العكس صحيح بزوجها؟ خلينا نقول ان مفيش حاجه اسمها نتفادى المشاكل، لكن في حاجه اسمها ازاي نحل المشاكل. تمام. او ايه التفاصيل نكون متفقين عليها عشان لما تحصل مشكله نعرف نحلها، يبقى احنا ابتداء كنا متفقين اصلا. كويس. عقد الزواج هو طبعا عقد مدني، هو مساق غليظ لان هو له اصل شرعي، لكن في النهايه هو عقد ينفع انه الطرفين فيما بينهم يكتبوا كل ما لا يحل حراما ولا يحلل كل ما بالظبط. يعني اللي ما يحللش حرام واللي يحرم حلال بالظبط كده. اي تفصيله في النص نقدر نكتبها فيما بيننا في عقد الزواج. يعني مثلا نقدر نكتب في عقد الزواج انه انا من حقي بعد الجواز اكمل تعليمي، من حقي لو جات لي فرصه عمل بره البلاد اسافر، من حقي نفقه شهريه مثلا جزء من مرتبك كذا مثلا، حاجات بالشكل ده نقدر. كمان في حاجات ينفع اسمها شرط واقف في عقد الزواج، يعني تفاصيل إذا حصلت أنا من حقي أطلب الطلاق بكافة حقوق الشرعية، مش بس ممكن أضعفها لو أنا عايزة أعمل دوت مدام ده اتفقنا عليه. زي إيه؟ أنه مثلا لو حضرتك حبيت تتزوج بأخرى فأنا أكون طالق، ده شرط أقدر أكتبه طبعا. من حقي ليه؟ لأن أنا من حقي أوافق أو أرفض ابتداء. طيب أبقى طالق مع الاحتفاظ بكافة حقوق الشرعية. في ستات ممكن تقول لا أنا كمان من حقي أن أخد كمان تعويض عن كسرة النفس ولا الضرر النفسي او الضرر اللي واقع عليا، فبالتالي من حقي ان انا اكتب كمان حاجات مختلفه ما دامت انا شايفه ان ده ينفع يكون اتفاق فيما بيننا وهو كمان وافق عليه ابتداء برضه. طيب ايه الحاجات اللي من حق الزوج يكتبها؟ هو كمان من حقه يقول لا والله انا مش عايزها تشتغل، انا عايزه تقعد في البيت تربي العيال مثلا. والله هي مثلا لو شغلها ينفع ان هي تسافر خارج البلاد انا موافق على شغلها شريطه ان ما تطلعش بره البلد. انا موافق مثلا انه يكون الشغل بره البلد بس لو انا كمان عندي فرصه عمل في نفس المكان، على اعتبار ان ما يكونش في تفريق بين الزوجين او بين فكره انه مسكن الزوجيه يبقوا مع بعض في ذات المكان مثلا. كمان من حق الزوجه بالمناسبه تكتب انه الولايه الخاصه بالاطفال من حقنا احنا الاثنين من يعني البدايه كده خالص، من البدايه بدون ان بدون يعني ان احنا نرجع يعني لا قدر الله بعد كده بقى للمشاكل اللي هي خاصه بالحضانه وخاصه بالاشكال القانونيه. هو في الاساس من حق الاب الولايه كامله للاب اصلا، لا مش للام، الولايه كل الولايه. لو احنا بنتكلم في حاله الزواج يعني زي ما احنا مستمرين يعني بالظبط كده، فهي الولايه التعليميه والمصروفات، الولايه عن نفسه والولايه التعليميه وفتح حساب في البنك واداره هذا الحساب، تفاصيل كتيره جدا، انه اطلع باسبور، انه اسافر بالولاد، كل دي اسمها ولايه. اللي هي الولايه على النفس وعلى المال، هي الولايه بتنقسم لاثنين، على النفس وعلى المال. الولايه في الاساس للاب طبقا للقانون المصري. تمام.